دلوقتي خلينا نروح نصبح على لميا حمدين عشان نتعرف منها على اخر اخبار المرور في القاهره والمحافظات، كمان نسالها سؤال الحلقه. لميا صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير عليك. رايك ايه بقى يا لميا في الموضوع ده؟ مين بيتجاوز الازمات العاطفيه اسرع، الرجل ولا الست؟ هو الراجل بيبقى بيضحك على نفسه، بتهيألي هو اللي بيتجاوز اسرع في الاول موضوع الازمات العاطفيه، بس الحقيقه بعد شويه بحس، او يعني بالنماذج اللي بشوفها في حياتي يعني بيتدارك المشكله اللي هو عملها، لانه في الغالب او الطبيعي اللي احنا بنشوفه قدامنا ان الست هي اللي بتبذل كل المجهود للحفاظ على العلاقه، ففي الاول هي اللي بتبقى متاثره جدا وتعبانه جدا، وبعد شويه بنقول هي حلوت ليه كده، هي ما حلوتش عشان حطت ميك اب حلو، هي حلوت عشان خلاص يعني بعد ما اتصدمت وزعلت وخلاص اتاثرت، فاقت لنفسها. فاقت لنفسها. هو مين اللي بيتدارك بقى المشكله اللي هو عملها؟ مين اللي عمل مشكله؟ مين اللي قالك ان هو عمل مشكله؟ هو في العادي هو مره بحس ان الرجاله، ومره هو بيتدارك المشكله. لا بس دايما دايما يعني اغلب العلاقات اللي بنشوفها حوالينا الست هي اللي بتبذل المجهود عشان تحافظ عليها، وهو بيبقى عايز يطلع منها ويتخلى بقى عن مسؤوليته، وشايف ان هو كده فاق لنفسه وحريه وكده، بعد شويه بيبتدي يحس زي ما جمانة قالت من شويه انه خسر حد مهم جدا في حياته، فتلاقي هي اللي بتحلو وهو اللي بيبقى مش حلو خالص، مبهدل، هو اللي بيوحش. ايوه.